مليون صباح على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس اللي متابعه عندنا النهارده. ان شاء الله لما جينا قلنا مرض خطير بيهدد الكلاب بصفه مستمره. مرض خطير الكلب من النوادر اللي بينجى منه. مرض خطير كلنا عارفينه وكلنا بنقلق منه. حتى الكلب لما بيجي يطعم الكلب بيبقى التطعيم ان هو بيحميه شويه، لكن الحامي هو ربنا. مهما عملت طعمت الكلب او ما طعمتش او عملت او بتاع، هو الحامي ربنا. ربنا رايد ان الكلب مثلا هيموت هيموت، الكلب مش هيموت يبقى مش هيموت لو ايه باللازم. النهارده ان شاء الله معانا جارو، هنروح نشوفوه. الجارو دوت كان عند ناس، الجارو عمل يا دوبك مره اسهال وقطع اكل. طيب مش كل حالات البرفو بيبقى كده، في علاج بتمنع اكل او تقطع الاكل بتاعه او يعمل حمام كده اهو. ممكن يجي ينزل حمام بتاعه ينزل نقطه دم او يعمل شويه دم بس بيبقى خفيف. ممكن دوت بيبقى من ايه؟ كلب اكل حاجه تعبت له معدته اتجرحت، كلب اكل حاجه ما جاتش على معدته تعبت تقلصات، المعده مثلا التهاب في المعده زينا كده اهو. لما انت بتيجي تاكل اكله يجي يقول لك ايه؟ التسمم في المعده، نزله معويه، نفس الوضع كده برضه الكلاب، وبالذات لما بيبقى جرو وبيبقى لسه ما بتطعمش بيبقى الكلب لسه ضعيف، المناعه عنده ضعيفه. طبعا احنا دلوقتي هنروح نشوفه الكلب ايه اللي هيتم معاه وايه اللي هيحصل. فانت بتعمل ايه؟ بتدي العلاج اللي هو بتاع البرفو بتمشي عليه. ايه هو العلاج دوت؟ العلاج اللي انت بتجيب له محلول. طالما الكلب قطع اكل اول حاجه بتعملها تديله محلول بتعوض الاكل. طيب الكلب عندي بيرجع اعمل ايه واديله ايه؟ اول حاجه برضو الترجيع بنديله ابره برمبرام. بندي للكلب العلاج اللي هو بتاع البرفو، بتلحق الكلب سواء بقى برفو او غير برفو او مش برفو او التهابات، بتدي للكلب العلاج اللي هو بيمشي عليه وربنا الشافي وربنا العافي. اللي هو العلاج زي ما جينا قلنا محلول ملح بتدي للكلب كل 6 ساعات او كل 4 ساعات، بتديله مثلا حوالي 40 سنتي او 50 سنتي. بتجيب امريزول بتديله 20 سنتي برده بعد ما بتخلص دوت، بتديله ايه؟ بتلحم في دوت. ممكن تدي مضاد حيوي مع جلوكوز، بتحطه في الجلوكوز، وممكن تديه في المحلول مع في الكالونة اللي بنيجي نحطها. اسرع حاجه للكلب لو هو لسه في الاوائل بتعلق له الكالونة، بيغير الدم بتاعه بيبقى سريع معاه في الجلوكوز وفي الابر وفي كل حاجه، غير اللي انت لما بتدي الكلب تحت الجلد. الكالونة دي اسرع حاجه، لو جالك كده اهو الدكتور انت بتعرف نعلقها كنبيه، ما بتعرفش تجيب الدكتور على طول عشان تلحق الكلب بتاعك سواء كبير او صغير. بتديله ابره يوناسين 750 تمشي معاه كل يوم، ابره بتمشي في البرمبرام بتديله ابره، وبتمشي معاه الامريزول مع المحلول وربنا الشافي العافي. طبعا اول حاجه بتعملها بتمنع الاكل عن الكلب، تمام كده اهو. تاني حاجه يا دوبك الميه، ما بيشربش ميه اقل حاجات يا دوبك بسيطه عشان الكلب يبقى معدته خلاص تعبانه والتقلصات والمعده ملتهبه، فانت بتمشي معاه بتديله يا دوبك حاجات بسيطه. كل دوت بيعوض معاك الجلوكوز بتاعه هو اللي بينفع معاك الكلب. هنروح نشوفه الكلب وكده كده هحط لك العلاج دوت صوره على الفيديو عشان تبقى عارف وتلحق كلبك لو لا قدر الله حصل له اي حاجه. طبعا مش كل الكلاب بتنجو من مرض البرفو او الديستمبر، في كلاب كبيره ما بتنجاش وحتى لو كلب كبير، بس انت بتلحق وبتعمل اللي عليك. ربنا الشافي وربنا العافي وربنا يسترها علينا وعليكم ان شاء الله. ونروحوا نشوفوا هنعملوا ايه مع الكلب، وان شاء الله نكملوا فيديو مع الكلب لما ان شاء الله يفوق كده اهو ونشوفوا ايه الدنيا. كده كده برضو الكلب محطوط عند الراجل اللي ربنا منزل في قلبه الرحمه. وجينا جينا قلنا اي حد عنده كلب تعبان مش عارف يعالجه او اي حاجه يتواصل معانا، وهو الراجل ده بيتطوع ان هو بيعالج الكلب وبيقومه 100 100. حبيت ان انت بتساهم في العلاج كنبيها، حبيت ان انت بتجيب اي حاجه كنبيها، حبيت ان انت مش قادر تعالج او تقدر اي حاجه او مصروف، مفيش مشكله. هو كل اللي دوت بيعمله لله. وعشان ما نطولش عليكم يلا بينا نشوفوا الحاله ونشوفوا ايه اللي هيتم. يلا
هنا عشان نشوفوا الحالة اللي هي الجرو زي ما اتكلمنا عليها. الجرو زي ما قلنا مش كل الكلاب بيبقى عندها نفس الحالة، ومش كل الكلب بيبقى بنقول عليه اصل الكلب قطع اكل، الكلب مثلا عمل حمام زي الدم بيبقى برضو لا. في كلاب بتيجي تتعب مثلا ممكن من الاكل، اكلت اكل مثلا جرح معدته والجرح نزل في الحمام دم. طبعا طبيعه الناس بتبقى الكلب عمل مثلا دم والكلب قطع اكل على طول مره واحده، يقول لك ايه الحق يلا ده جاله برضو. طبعا انت كده كده عامه لما بيجي يقطع اكل او اي حاجه بتيجي بتتعامل معاه برضو علاج مثلا ايه البارفو، او بتديله مثلا مضاد الحيوي ومطهر معوي، ولو ما اكلش بتديله المحلول. فالمحلول طبعا بيعوض الاكل زيه زي البني ادمين زي ما جينا قلنا قبل كده. هنوري لك دلوقتي الكلب برضو، دي حاله برضو زي الكلبه اللي هي اللي قبل كده جاء وبيتعالج اهو، وبرضو بيظبطه زي ما قلنا صاحب القلوب الرحيمه. وهنبصوا كده على الكلب. الكلب طبعا كان يدوبك جاي قطع الاكل ويدوبك ايه يعني مهزوز الكلب، ولكن اشتغلنا معاه علق له محلول في الوريد وجاب له المضاد الحيوي وعطاله برام للترجيع وامريكي، فاعطينا له العلاج اللي هو شبيه برضه لعلاج البارفو. ولكن انت طالما في الاول كده اهو بتلحق الايه الكلب، اهم حاجه المحلول. هو مش اهم حاجه حاجه واحده، كله بيبقى مهم. طالما الكلب مثلا ما اكلش وقطع اكل فبتديله محلول بيعوض، ومضاد حيوي يفوق منه بتديله مضاد حيوي مثلا بتجيب 500، وبتديله مثلا 2 سنتي ونص مع امريزول مع المحلول مع الامريكان مع ال برام عشان ما يرجعش. هو لغايه دلوقتي لسه الكلب دوت من امبارح ولغايه دلوقتي لسه الكلب طبعا ما اكلش، طبعا ما تقدرش تديله اكل دلوقتي عشان معدته لسه مش شغال، بتستخدم المحلول عشان يظبط الدنيا. ويلا بينا نبص على الكلب معانا اهو، ومعلق له المحلول اهو في الوريد دوت تاني محلول. طبعا انت بتعلق المحلول كل 6 ساعات، بتديله نص العبوه وبتحط فيها مثلا ممكن تحط الامر المضاد الحيوي، وبعد ديت بتروح حاطط الامر زون بتديله برده حوالي 20 سنتي برده كده اهو في المحلول. طبعا اسهل، هي مش اسهل، هو اسرع حاجه لما بتدي الكلب تعلق له كده اهو في الوريد دوت بيبقى كويس قوي، بينشط الدم بتاع الكلب وبيبتدي يفوق غير لما بتديله تحت الجلد. وممكن انت عشان تيجي تدي للمحلول في ان انت تديله تحت الجلد، لكن اللي هو ما مسكش فيه مثلا ما جاش البارفو او هو، بس انت بتستعمل نفس العلاج بتاعه زي ما انت شايف الكلب اهو. تعالى كده اقف، اقف يا حبيبي اقف، شاطر شاطر. طبعا هو الكلب يعني برضو الحمد لله الحمد لله اللي هو مفيصي قوي، هو الكلب زي ما انت شايف ما شاء الله يا دوبك اللي هو منع اكل لحقناه على طول. هو اهم حاجه برضو في العلاج ان انت تلحق الاكل، ما تسيبوش بعد مثلا ما يعمل يومين يقعد يمنع اكل وبعد كده تيجي تحتاس، لا هو في نفس اليوم الكلب منع اكل لازم تلحق وتتصرف على طول. وبره هحط لك العلاجات في الفيديو عشان تبقى انت عارف ايه العلاج اللي انت ممكن تلحق بيه كلبك من تلحقه مثلا لو مرض البارفو، او ما لحقش مثلا لسه في مرض البارفو او في بدايه المرض. طالما الكلب ما عملش حمام جامد دم احمر غامق يبقى كده ان شاء الله مش ايه بارفو، او ممكن تكون بدايه بارفو ولكن انت بتلحقه في الاول، وربنا يسترها عليكم وعلينا، و بنكونوا بنقدروا اللي احنا نفيدكم ونفيدوا بعضنا، وربنا يا رب المستعان.
وان شاء الله ربنا يبعد عنكم وعنا اي شيء يا رب ان شاء الله. وما تنسوش يا جماعه تاكدوا على الاشتراك في القناه، والناس حبايبنا اي حد زي ما جينا قلنا قبل كده محتاج اي حاجه او اي مساعده يكلمنا، ما في اي مشكله بالنسبه لنا. اي حد مش عارف اللي هو يصرف على الكلب بيكلمنا وتواصل معانا، اي حد مش عارف يعالج الكلب بيتواصل معانا، وان شاء الله ربنا معانا قبل كل شيء. وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهارده، ونرجو انكم استمتعتم معانا. وهنا هون يا سادتي وسادتي تنتهي حلقتنا اليوم، والى اللقاء في الحلقه.